طمني في شي؟ لا ما في شي، كتر خير الله انه لهلأ ما نزلوا شي بالجرايد. والله تفاجأت كثير بهالقصة، أولادنا مو من عادتهم يعملوا هيك شغلات. عملوها ومشي الحال. المحامي على التليفون. ارد؟ ايوه سليم. اها طيب، وكيف رح تمشي الامور؟ طيب طيب، شكرا على اتصالك، يسلموا اهلين. شو عم يقول؟ افرجوا على الاولاد اليوم الصباح. نشكر الله. شو رايك نتصل فيهم يجوا لهون يفطروا معنا؟ بلا ما يجوا يا امي، والله اعصابي لهلا ما هديت. افرجوا على الاولاد اليوم. عندي خبر، انور حاكاني. شو رح تعملي؟ رح تضلي متسطحه بالتخت؟ مراد هو السبب باللي صار. كيف يعني؟ يا استاذ انور وكرم، ما كان لهم علاقه بالمشكله، وابنك مراد هو اللي ورطهم. حاكاني ابني وقال لي قديش فخور لانه ضربوهم مع بعض. بس ما بكون داليا اذا بترك هالقصه تمرق على خير. من تحت راس المحترم مراد ابني قضى الليله مسجون. انور ابني يا خانم، ما لا تتصرف على هالاساس لو سمحت. داليا شو؟ رح ترجع تهددني كمان؟ رح تبهدلني مرة تانية يعني؟ ما لازم نلوم مراد طبعا، الشاب عم يعمل اللي بيشوفه من ابوه. بس هالمرة مو على كيفك، مو انا اللي رح اتنازل يا عزت. قلنا تفضل شرف معي مشان الحساب. شو هالنسوة؟ ليك اخي انا عندي شغل مهم كتير وهلا لحتى تذكرته. سلم على البابا بدالي. اوكي ايه تعال هون. على مين عم تضحك انت؟ مفكر فيك تهرب؟ بس انا شاب لساتني باول عمري. عزت بيك ما رح يرحمنا. ما في داعي تبالغ كل هالقد، عزت بيك زلمه بحياته ما مال للعنف. ايه والله ليمسح الارض فينا. والله بعرف شو رح يعمل فينا، كلامه كتير قاسي ورح يبهدلنا. خلص فوت لحالك يعني، ليش انا لحتى اتبهدل؟ لك شبك لا تخاف، هذا ابونا. شو نسيان انت؟ كلها بهدله وما كانت. خلي قلبك قوي وشد حيلك. يلا ليك اخي رح نتبهدلها. لك شو رح تموت؟ حمد والله انت وياه انه انسحبوا الشكوى وما وصلت الامور للمحاكم وفتحت قصتكم. من هون لازم تعرف مين الغلطان بابا. سحبها لانه هداك الواطي خايف انه ينكشف. بعد اللي عملتوه حضرتكم مو مهم نعرف مين الغلطان، صح؟ هذا هو اللي تعلمتوه مني بالحياة؟ ذكروني بمشكلة وحدة حليتها بالعنف. طايشين؟ اسمعوني شوي، معكم حق بكل شيء، وانور ما كان له ذنب ابدا، ببساطة انا اللي كبرت براسي الشغلة وبعتذر. كيف مالي ذنب يعني؟ لا بابا، انا اللي كبرت براسه، والحق علي كمان مثل اخي. مو وقت مسخرتك يا انور. اسمعوني، رح تكون هي اول واخر مرة بتعملوا هيك بحياتكم. طيب، مثل ما بدك. في شيء انا لسه لهلا ما فهمته، انتوا شباب اموركم كتير منيحة والمستقبل قدامكم، وطول عمرهم الصحفيين بيكتبوا عنكم هيك قصص، ليش هالمرة جنيتوا كل هالقد؟ لانه المشكلة يا ستي ما أنا بالخبر الكاذب هداك، في قصة تانية انتوا ما بتعرفوها. ايه بس برأيي بيكون احسن اذا بتضل القصة بيناتنا. اسمعوا هلأ رح توعدوني انه ما رح تتكرر هيك شغلي مرة تانية بحياتكم، لانه المرة الجاية ما رح تسهل. خلص ما رح تتكرر مرة تانية بوعدك. انوار يعني كنت تطلب شي محرز بابا، اكيد بوعدك بهالشي.